بكل حضراتكم من جديد. طبعا مش مجرد في الفقرة دي، لا ده احنا الفترة اللي جاية كلها هتلاقوا معظم كلامنا هينصب على المنتخب اللي طبعا يعني كلنا اكيد باختلاف انتماءاتنا والأندية اللي بنشجعها كلنا اكيد بندعم منتخبنا الوطني بكل تأكيد، منتخب الفراعنة اللي طبعا عشمنا فيه كبير جدا وبنتمنى فعلا ان هم يحققوا اللقب الثامن ان شاء الله. طبعا عندنا كلام كتير هنتكلم فيه في هذا الاطار مع ضيفنا اللي منورنا كابتن جمال السيد نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الخير، كل سنه وانت طيب. واهلا بالساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله كده تكون سنه سعيده علينا يا رب. يا رب. ونكون باذن الله كده على المنتخب القومي ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. باذن الله كابتن جمال منورنا كالعاده، وبحب قوي ان حضرتك دايما عندك تفاؤل، يعني قبل اي مباراه خاصه بالنادي الاهلي بيبقى عندك تفاؤل جدا. حتى دلوقتي المنتخب قبل الهوا بسال كابتن جمال بقول له ها ثالث ورابع ولا نهائي، قال لي نهائي. فعلى فكره مش كل الناس عندها وجهه النظر دي، خلينا نعرف من حضرتك بدايه كده متفائل ليه هذا العام او هذه النسخه وعلى اي اساس؟ طبعا مش بس فكره متفائل او لا، اتفضل فهم. احنا طبعا لو بصينا للمعطيات اللي عندنا السنه دي بالظبط وبداية البطولة دي أعتقد أنها معطيات جيدة، بداية طبعا من تألق محمد صلاح الرهيب طبعا في الدوري الإنجليزي، ومحمد بقى أيقونة الشعب المصري، وشايف أنه هو إن شاء الله يعني يستحق أن البطولة دي يعني تتكتب باسمه. هو شخصيا متعشم فيها جدا. بالظبط، هو مركز قوي رغم أن يعني مباراة تنزانيا الودية ممكن ما تديكيش الاطمئنان قوي أو ما تديناش الاطمئنان قوي، ولكن أنا بتفائل بالجزئية دي من بطولة 98 وفي بعض البطولات 2006 و2008 و2010 كان ممكن يعني المعطيات ما تديناش الإحاجة أو إن احنا رايحين نهائي، ولكن البطولة دي أنا شايف إن شاء الله بإذن الله يبقى فيه إصرار من لاعبتنا، وطبقا للأداء اللي أدوه قبل كده أعتقد إن هي بالأرقام أرقام تحديدا مع مستر فيتوريا، أعتقد إن هو لعب حوالي 13 مباراة أو 12 مباراة، اتعادل الماتش وخسر الماتش وبقيه الماتشات كلها مكسب. فشايف ان دي معطيات جيده بالنسبه لمنتخبنا القومي. بس انت واخد في الاعتبار المكسب كان ضد مين او على مين؟ طبعا كان في ناس كتير عندها تحفظات على اختيار المنتخبات او الفرق اللي بنلعبها بشكل ودي. حتى الماتشات الوديه وحتى تصفيات كاس العالم، حتى مباراه تصفيات كاس العالم، احنا اتكلمنا قبل كده اعتقد برضو في اللقاء وقلنا ان القرعه ما فيش شك خدمتنا يعني، ولكن دايما منتخب مصر في المحافل الدوليه وخاصه في البطولات المجمعه بتظهر مستوانا بشكل كبير او بشكل جيد، يعني احنا لو حسبناها كل البطولات المجمعه بنجيد فيها على مدار التاريخ، حتى البطولات اللي احنا فقدناها الفتره اللي فاتت، احنا واصلين فاينل تقريبا ثلاث بطولات، ثلاث بطولات بالظبط، يعني بطولتين في اخر ثلاث بطولات واصلين فاينل بطولتين، خسرناهم ما وفقناش. ولكن شايف ان ان الاوان ان احنا البطوله دي ان شاء الله تبقى بتاعت منتخب مصر ونعيد امجادنا في 2006 و2008 و2010. والله احنا كلنا بنامل ذلك يعني. على كل حال خلينا نبدا بقى من الاول خالص، من بدايه زياره سياده الرئيس، وبعد كده كمان هنا ان شاء الله بنتكلم على السفر الساعه 3 العصر ده حسب المعلومات اللي عندنا، وزياره سياده وزير الشباب والرياضه. يعني خلينا نقول اهتمام كبير جدا من الدولة، اهتمام كبير ودعم من سيادة الرئيس، اهتمام كبير ودعم من الجماهير المصرية، شفناها من خلال لافتات مختلفة في الماتش الودي، شفناها من خلال السوشيال ميديا، شفناها في الإعلام. يعني الناس هذا الموسم يمكن عندها أمل، عندها كده زي ما بتقال إيه ثقة وطموح، نتمنى المنتخب يكون على قدر هذه الطموح يعني. لكن في اختلاف عن العام الماضي، يمكن طبعا بالعام الماضي ده الواحد مش عايز يفتكره بأحداثه يعني لن تقر ومش عايزينها تتكرر بصراحة. لا مش يعني هتتكرر إن شاء الله بإذن الله. فإحنا مستقرين مع روي فيتوريا، ماتش طلع وحش ماتش طلع حلو، إحنا مكملين مع هذا الرجل، العقد بيقول كده، فالاستقرار مهم جدا. لكن الأجواء مختلفة زي ما حضرتك قلت، فيها بوادر جيدة. خلينا نبدأ من الدعم النفسي، إزاي حضرتك بتشوفه طبعا كلاعب سابق برضو بيؤثر بشكل أكيد مختلف. الدعم لما بنحس ان اجهزه الدوله كلها طبعا، وسياده الرئيس طبعا عمل الزياره طبعا في استاد العاصمه الاداريه بصراحه برضو يعني عصام، يعني نتكلم على الاستاد برضو نبذه بسيطه، استاد هايل جميل يعني الناس اتفاجئت بيه، احنا يعني ناس كتير ما كانتش تعرف ان في استاد كبير بالشكل ده وبالقيمه الجماليه دي في العاصمه الاداريه، حتى اللعيبه تحس ان هم عندهم ارتياحيه كبيره في التمرين عليه. ولما راح سياده الرئيس طبعا دعم كبير جدا يعني، حاسين ان كل الدوله في ظهرهم، وزير سياده وزير الشباب والرياضه وجميع المسؤولين بالدوله، فدي كان دعم جيد جدا بالنسبه لهم قبل السفر طبعا النهارده. الكلام ده كان قبل مباراه تنزانيا، قبل اداء مباراه تنزانيا. مباراه تنزانيا ممكن ما تكونش فنيا على المستوى الكبير قوي زي ما بتقول حضراتكم، ولكن بنعتبرها تجربه بنجرب فيها اللعيبه، ولكن طبعا في الاحتكاك الدولي وزي ما قلت انا في المعسكرات
قيمه منتخب مصر بتبان. يعني معظم المباريات اللي بتبقى مجمعه بنقدر وبنواصل، زي البطوله الاخيره اللي في السنغال. السنغال خدتها ضربات ترجيح، ولكن كنا عاملين برضو اداء جيد ومباراه جيده وكسبنا فرق كبيره. السنه دي هتبقى المعركه شرسه طبعا، شرسه. وانا عشان كده لما نعود كانت بتسالك قبل ما نطلع على الهواء في بدايه الفقره وقالت لك هي تالت ولا رابع، فانت قلت لها لا نهائي. انا اللي لحظه كده سرحت، قلت يا كابتن جمال هو الطموح حلو والتفاؤل حلو، بس احنا بنتكلم على منافسه غير اعتياديه في النسخه دي، لان انت عندك كل المنتخبات دلوقتي كل منتخب فيهم على حده مدجج باسلحه فتاكه من اللاعبين الدوليين اللي بيلعبوا في اقوى دوريات العالم. دي حقيقه، فده برضو يصعب المهمة، أخذا في الاعتبار برضو الجملة اللي حضرتك تفضلت بها من شوية، فكرة أن الماتش الودي الأخراني لمنتخبنا مع تنزانيا ما يطمنكش قوي. تمام، أنا برضو أرجع وأقول إحنا في المباريات الكبيرة بتظهر مستوانا، والودي ما لا يعني مش عايز لا يقيم الأداء، ما يدينيش المؤشر الجيد قوي يعني. وسبق وقلنا حتى إحنا في بطولة 98 لو نفتكر كان كابتن جوهري رحمة الله عليه مسافر والناس كلها مستنيه ان انت تلعب ثلاث ماتشات الاولانيين وترجع في الدوره دي. تخيل احنا مشينا ازاي، وكان حسام حسن متالق وكانت بطوله عظيمه وقدرنا نجيب الكاس. طبعا مباراه كبيره بنأديها. احنا لما بتبقى في حاله تركيز اللعيبه المصريين ومتواجدين مع بعض مباراه بمباراه بمباراه بنعرف نلعب المباريات على حده، وبنفصل بشكل كويس. تحس ان مستوى اللعيبه المصريين في كل البطولات المجمعه بتبقى على مستوى الحدث. بمعنى انا ممكن اكون ماتش ودي مع تنزانيا، يعني مش عايز اقول برضه هو طبعا غلط مش صح ان انا العب على قد تنزانيا، لا ممكن تكون التجارب برضه او بالنسبه للتشكيلات او بالنسبه للجزء الفني في الملعب مستر فيتوريا عايز يشوف لعيبه يكتشف لعيب، ولكن القوام الاساسي بالنسبه له واللعيبه اللي هتلعب واللي هي هتبدا البطوله اعتقد ان هي ده اكيد في دماغه ومرتب وعارف مين هيلعب باك يمين، مين هيلعب حارس مرمى، مين هيلعب نص ملعب، مين هيلعب مهاجم، وعامل تركيبه جيده مع بعض يقدر بيها يخش المنافسات القويه دي، ومع المباريات نعلى شويه شويه. واللي خدمنا برضو القرعه اعتقد ان هي نسبيا مدينا مباراه موزمبيق في الاول، ولو انها برضو ما تتاخدش بالشكل ده، هي لازم تتاخد بجديه تامه استعدادا ان انت داخل على وحوش غانا بعد كده. هو على صعيد تاريخ المواجهات ما بيننا وما بينهم الموضوع لطيف، لكن اللي جاي ايه يا عالم. بالظبط بالظبط، على ارض الواقع تمام يا كريم، الكلام منطقي. بنيجي على ارض الواقع بقى بتختلف تماما، ولكن شايف مستر فيتوريا عامل تشكيله كويسه لان عنده اسلحه جيده جدا، لكن محمد صلاح واحمد حجازي في الدفاع، محمد عبد المنعم. طب ما ممكن حد يجي يقول لحضرتك ما ده موجود كان كل سنه والمنتخب ما وصلش لحاجه يعني، فكان موجود محمد صلاح وموجود حجازي وموجود مرموش يعني وموجود مصطفى محمد، كل المنتخب او القوام الاساسي ده كان بيلعب البطوله اللي فاتت في السنغال. بالظبط، وصلوا فعلا، وصلوا فاينل وحصل اجهاد كبير في المباراه النهائيه ووقت اضافي وضربات ترجيح، وطبعا ما صادفناش الحظ في ضربات الترجيح، لان احنا في اوقات برضه الحظ بيصادفنا في ضربات الترجيح وبنكسب. في البطولات السابقه كنا سيمي فاينل مثلا دور الثمانيه الادوار الاقصائيه. والحظ ساعات بيساعدك، بس احنا مش دورنا ان احنا احنا كشخصيا نساعد الحظ بامكانياتنا وبجاهزيتنا. نساعد الحظ هو ده المنطق، فاهم قصدي؟ احنا مستنيين هو اللي يمسي علينا. هو ده المنطق، بس لما بتوصل له في الاخر يا كريم بتوصل ضربات ترجيحيه بتبقى خلاص انت وصلت للنقطه، خلاص بقى انت بتقول ايه، ربنا يوفق الحارس واللعيب اللي بيشوط. استنزفت وده الامل الوحيد. ايوه بالظبط، وده بيبقى الامل الاخير بالنسبه لنا. ولكن ادائنا في مباراه السنغال لو نفتكر في الفاينل كان اداء جيد واداء على مستوى جيد وعلى مستوى المسؤوليه، بنلعب برضه منتخب كبير ومنتخب مدجج بالمحترفين. السنه دي هتبقى ازيد لان كل الفرق ده عامل بشكل كويس. هي المنتخبات الاخرى كابتن جمال راحت في حته ثانيه خالص. يعني لو احنا داخلين فاكرين احنا داخلين بقوه وتاريخ 2010 احنا بنهزر يعني، احنا توتالي لا طبعا على ارض الواقع تنافسيا حته ثانيه الكلام بيختلف. ولكن برضو انا ارجع واقول النقطه اللي انا مصر عليها، ان احنا في التجمعات بيبقى تركيزنا عالي جدا ولاعيبتنا بتظهر بمستوى غير فعلا، حتى برغم قصر مده التجمعات دي، يعني المعسكرات اللي بتضم اللاعبين وبالذات اللي جايين من الدوريات الاوروبيه لعيبتنا الدوليين المحترفين، يعني هل دي فتره زمن كافيه لايجاد حاله من التناغم ما بينهم وبين بعض؟ على ارض الواقع مش كافيه، ولكن ظروف الدوريات الاوروبيه والعقود اللي بيعملوها اللعيبه في ظل تمسك الرهيب بالنسبه للانديه، لان الانديه حياتها اللعيبه دي حياتها، حتى بطوله الامم الافريقيه يعني احنا دلوقتي شغال مثلا كاس الاتحاد الانجليزي شرس، ومن غير صلاح ومن غير معظم اللعيبه الاوروبيين معظم اللعيبه الافارقه اللي هم مشتركين
في منتخبك. هو يورجن كلوب قاعد بيشد في شعره بالظبط. يعني بالظبط يعني من يومين يوم مباراه ماتش تنزانيا الودي كان الارسنال بيلعب ليفربول والارسنال طبعا كان معانا محمد النني هنا وصلاح بيلعبوا مع بعض وهناك في الايتون بيلعبوا ضد بعض وفي نفس التايم كسب ليفربول 2-0 وعمل مباراه كبيره جدا. كان واضح ان هو برضه يورجن كلوب يعني بيجهز لعيبته بشكل كويس في حدود النواقص اللي ما بتبقاش موجوده عنده اكيد. ودي ميزه عكس ارتيتا. طبعا احنا مش عايز اخرج بره موضوعنا طبعا في الجزء ما تفضلناش عالميا بقى مش هنروح بالظبط فخلينا في كاس الامم. فانا متفائل جدا جدا بالتالق بتاع صلاح. محمد النني حالته كويسه قوي. في عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه جنب الشمال جنب قوي جدا تقدر في منافسه قويه ده يلعب ممكن يريحوا بعض نسبيا في ظل طبعا تتالي المباريات والاجهاد اللي هيحصل. ومصطفى محمد وموجود كهربا وموجود امام عاشور يعني عندنا لعيبه في حاله فوقان ممكن اعتقد ان هم هيفيدوا المنتخب بشكل جيد من الناحيه الفنيه مع التركيبه اللي هيعملها مستر فيتوريا. اعتقد ان احنا ان شاء الله نبقى في النهائي. ده تصوري الشخصي باذن الله. طيب ايه المنتخبات اللي حضرتك عندك قلق منها شويه؟ يعني البعض كان بيقول لك المغرب قال لك لا شمال افريقيا في المباريات اللي زي كده ما بنقلقش منهم يعني منتخبات شمال افريقيا. هل السنغال مثلا؟ خليني اعرف من وجهه نظر حضرتك ايه المنتخبات اللي انا المفروض مش هقلق بس يعني استعد ليها بشكل جيد جدا. المنتخبات اللي هتلاقيها في الادوار على طول الاقصائيه وداخله من تصور الشخص يعني ممكن نلاقي غانا يعني غالبا مجموعتنا ممكن تلاقي غانا. نلاقي المغرب ليها تواجد قوي جدا لان هي التواجد الاخير في كاس العالم كان اداء مشرف وكان بطوله بالنسبه لهم بطوله كبيره جدا. منتخب تونس برضو منتخب غانا حتى في الجوائز حضر على السيره منتخب اوتوبيس جه على السيره تونس. منتخب تونس برضو من المنتخبات المتماسكه اللي بتعرف تلعب برضو البطولات المجمعه. نفس الكلام بالنسبه لمنتخب الجزائر مدجج برضو باللعيبه المحترفين ومعاهم محرز فهتلاقي برضو ادائهم الدول العربيه كلها الموجوده او الفرق العربيه مع استثناء موريتانيا. يعني موريتانيا هتلاقي القدرات بتاعتها قليله شويه طبعا هي وسط برضو بس من الفرق العربيه. فرق شمال افريقيا هتلاقيهم تواجد بشكل كبير قوي. المنافس الشرسه واللي هيروح لبعيد قوي منتخب المغرب. ده تصوري الشخصي يعني. كوت ديفوار طبعا هتلاقيها من المنتخبات الثقيله ومرشحه بقوه. هو كله ثقيل حقيقه كابتن جمال. مش حد خفيف ده كله اتقل من بعض. كل الفرق اللي اتكلمت عليها مدججين بالمحترفين زي ما انت قلت يا كريم. وعلى راسهم السنغال، كوت ديفوار، غانا، نحط المغرب، نقول تونس. فرق هتلاقيها انا حاسس انها هتبقى بطوله استثنائيه، بطوله قويه. ممكن برضه وبتحصل فيها مفاجات في الادوار الاولى. بعد اول جولات اعتقد انها تبان ونقدر نتكلم فنيا عن كل فرقه وشكلها. بعد الادوار بعد الجوله الاولى من كل المجموعات يعني بعد ما مصر تلعب موزمبيق غانا هتلعب راس الاخضر تلاقي بعض الفرق بقى في المجموعات الثانيه نقدر نقيم ونشوف الشكل اللي بيلعبوا بيه والاداء وبيفرق معاهم كتير قوي الدوافع. احنا لو الدوافع عندنا ان شاء الله مع منتخب مصر بنفس الاداء اللي احنا بنلاقيه في البطولات المجمعه اعتقد ان شاء الله احنا هنبقى في النهائي. طب انا عايز اروح لكذا نقطه وبدايه انا وكريم كنا بنتكلم عن طبعا اللعيبه بتاعتنا اللي بتشارك مع منتخباتهم وكلمنا برضو ده شيء يسعدنا جدا ان احنا كمان اللعيبه اللي بتنتمي للنادي الاهلي يتم اختيارهم مع المنتخبات بتاعتهم وده امر برضو طبيعي يعني ده بيحصل ده طبيعي. امر طبيعي عندك يعني اسماء كتيره جدا طبعا منهم بيرستا كنا لسه برضو بنذكره امبارح والتالق اللي ظهر مع النادي الاهلي عليه في فتره كمان مش كبيره وفكره التشكيك يعني انا بحب جدا النماذج اللي هي ايه يتم التشكيك فيها في الاول تسكت خالص وتصمت وبعد كده ترد على الارض فبيرستا ايوه الرد على الارض دايما وفي الحياه عامه والله مش بس في الملعب لا صح جدا دايما رد بعملك رد بشغلك رد بنجاحك فهي دي النقطه وبيرستا ويمكن برده من اللعيبه في الاهلي اللي عملوا كده بالتوفيق طبعا لكل لاعبتنا مع منتخباتهم باذن الله هتبقى برده منافسه قويه جدا زي ما احنا بنشوف وبالتالي ده برده التدريب هنا بنتكلم منتخب بس يعني كده ممكن يعني ده التدريب بتاعه يعني بيرسي تاوي يلعب ضدنا في ماتش ولا علي معلول يلعب ضدنا دي ازاي دي يا كابتن جمال بنتمنى له بالتوفيق ولا ديانج يلعب ضدنا ينفع كده والله هي دي الكوره بس منتخب طبعا يعني منتخب من المنتخبات المنظمه جدا منتخب جنوب افريقيا برضه بنقيسها شكليا لما بتلاقي سان داونز زي النادي الاهلي النادي الاهلي بيبقوا متالقين فبيفرق كتير مع المنتخب خلينا على ارض الواقع واقعيين معظم يعني النادي الاهلي متالق او النادي الاهلي بينافس جيدا في بطوله افريقيا في اي بطولات بتلاقيه فايق
بيأثر مع المنتخب، وخاصة زي ما قالت نهاوند لو بصينا لعيبه النادي الاهلي هنلاقي برضه نسبه كبيره، هنلاقي الشناوي وهنلاقي كهربا وهنلاقي ياسر ابراهيم وهنلاقي محمد عبد المنعم، طبعا كل الاحترام طبعا للانديه الاخرى كلهم بيساهموا في منتخب مصر، ولكن لما بتلاقي لعيبه مؤثرين قوي مثلا زي جنوب افريقيا هتلاقي بيرسي تاو مؤثر من اللعيبه المؤثرين، نيجي لمنتخب تونس علي معلول من اللعيبه المؤثرين طبعا، ديانج رغم قله مشاركته الفتره السابقه بس هتلاقيه لعيب مؤثر في منتخب مالي. هو لعيب تقيل كده كده بالظبط. اه مفيش شك يعني لعيب كويس ولعيب متميز، بس هو علي معلول بصفه خاصه يا كابتن جمال ما اعرفش في ناس كتير بتتعامل معاه على ان هو مصري اكتر مننا. اه ده حقيقه انت فاهم ازاي؟ ففكره انه بيلعب ضدك دي مش مستساغه لدى المصري بالظبط، هتحسها حاجه غريبه يعني. أيوة. تحسها حاجه غريبه بس طبعا منافسه، هو بيمثل بلده ولعيبتنا بتمثل طبعًا بلدها طبعًا. فاعتقد انها هتبقى يعني بالزبط. منافسة شرسة. أنا عايزة أروح برضو لملفات مرتبطة بهذه البطولة، ومنهم ملف التحكيم على سبيل المثال يعني كده سريعا. لأن أنت بتبني أسيبه ساعة عارف كده في حاجات قدر يعني خلاص عرفنا وهنبتدي بقى إيه في الآخر نحبها خلاص بقى ما احنا خلاص الأخطاء التحكيمية هنبتدي نحبها بنحبها بالفار بالفار بتاعنا ونراقب ونشوف يعني مفيش بتتوقع كابتن جمال هذا الموسم هذه النسخة يكون في اختلاف وتقدم شويه وتطوير في الملف التحكيمي، ولا برضو هنعاني واحنا ومنتخبات اخرى من بعض الاخطاء التحكيميه افريقيا للاسف الشديد اللي ما زالت مستمره حتى هذه اللحظه؟ هي مستمره طبعا الاخطاء التحكيميه. انا عايز اقول حاجه، الاخطاء التحكيميه دايما بنقول هي جزء من اللعبه، خلاص الحكم اللي موجود كانه لعيب هو، بس هو لوحده بيقيم نفسه لوحده قاضي في وسط الملعب. وبعد دلوقتي العوامل المساعده دي المفروض ان هي تقلل بنسبه كبيره، المفروض ما هي دي بالظبط دي الغرابه، انت بتقلل نسبه الخطا وخاصه في الحاجات اللي انت بتحتكم ليها للفار، الحاجات المؤثره وخاصه حالات التسلل، خاصه حالات اللي بيبقى فيها عنف مع اللعيبه وبترجع لها تاني وتقدر تلغي تدي انذار او تدي طرد حسب حجم اللعب، فدي المفروض ان هي بتقلل. بس انا اعتقد تصوري يعني في ظل العلم الرهيب دلوقتي والحالات التحكيميه حتى بقت صعبه جدا، احنا في حالات بتيجي على الحكم احنا بنشوفها في الفار لما يبقى يتعطلوا شويه بيقعدوا دقيقتين ثلاثه يدرسوها، احنا بنعذر اللايمان يعني في اوقات انت بتبص اللحظه اللايمان لازم ياخد باله الكره طلعت امتى في حالات التسلل تحديدا يعني تبص لازم عينه بيشوف الكره طلعت امتى واللعيب اتحرك امتى الاثنين ان تايم في وقت واحد فالموضوع بالنسبه له برضه بيبقى فيه صعوبه وبتلاقيها على هفوات. بس هما يتدربوا بقى ما هو ده شغلته برضه، هي شغلة خلاص يعني. شغلة الحكم وبقى يدخل فيها العلم يعني. والتقنيات الحديثة. اتكررت في الفترة الأخيرة كابتن جمال واقعة بعينها أكتر من مرة ومع حكام معينين كمان، فكرة إن هو يبقى خطأ واضح جدا واضح للكل تمام وهو مثلا ما يعني ما يعتبرش ان في خطا ويطلب استكمال اللعب هو وبعد فتره الفار هو اللي يستدعيه فيروح بحاله من عدم الرضا وكانه واخد الموضوع على كبريائه يعني ازاي الفار بيراجعني فاهم قصدي يعني ساعات الواحد بيحس بحاجه زي كده هو هي دي حاجه مهينه للحكم خالص امال ايه طيب خالص الفار بيساعده المفروض ان الفار بيساعده على اساس اتمام العداله انا بدي العداله للفرقتين فالفار لما بيرجعوا مثلا بعد اللعبه هو اوقات الحكم ممكن تبقى لحظه ممكن تبقى ايه يعني اوقات ممكن تبقى لحظه سرحان بس هي بتحصل فيها مشكله ولحظه ثانيه ممكن يكون في اثناء اللعبه لعيب ثاني يعدي قدامه مش شايف هو كويس بالظبط فاللحظات دي هي اللي بتغيب الحكم شويه لما بيرجع لها ويراجع الفار ويروح يشوفها في الشاشه هو على فكره بيبقى متفاجئ زيه زينا زي ما حضرتك قلت فبيتفاجئ بس الفار بيساعده فبيبدا يرجع في القرار اللي قبل كده وبيبدا ياخد القرار الصائب بالنسبه له بس هي اولا واخيرا رجعت لجزئيه العداله ان انا خلاص اديت رغم ان الكره ممكن تستمر 5 ثواني 10 ثواني 20 ثانيه حسب وقت اللعبه وتبص تلاقيه رجع له بلعبه ثانيه كانت في خط ال 18 مثلا الكره وصلت هي بدايه الهجمه اصلا بدايه الهجمه طبعا. مثلا طبعا. فبيرجع فدي برضه بتدي عداله ولو انها بس احنا يعني ايه عايزين طبعا العلم يعني تقلل التايم شويه اللي انت بتاخد فيه وقت على بال ما تعمل الخطوط بتاعتك والجزئيه بتاعتك بقى التقنيات العلميه والتقنيات الحديثه عشان تقدر توصل للقرار الصائب بس اعتقد في كاس الامم الافريقيه السنه دي ان شاء الله باذن الله الاخطاء هتقل عن كده كتير ان شاء الله تصوري. طب ما تيجي نروح كده شويه نرجع للتاريخ كله بقى حتى هذه اللحظه مين من وجهه نظرك كابتن جمال من المدربين المصريين المصريين اللي رفعوا اختار واحد اللي رفعوا هم مش كتير يعني هم مش كتير اللي رفعوا حلم وسقف طموح المصريين في هذه البطوله
الواد طبعا الكابتن حسن شحاته ما فيش حسن شحاته اه كابتن حسن طبعا كابتن حسن عمل انجاز واعتقد ان محدش هيوصل له تصوريش اتمنى يعني حد يوصل له مثلا يعملها ثلاث مرات بس انا شايف فيها صعوبه جدا صعوبه جدا اللي في ظل التقدم الرهيب والمحترفين الكتير جدا اللي بيبقوا في الدول العربيه لحد ما احنا نغير نسبيا فكرنا بدا يتغير شويه وبدانا نسيب لاعبتنا وهم صغيرين على اساس يحترفوا عشان نقدر نعمل محمد صلاح تاني والنني وعمر مرموش وتريزيجيه لا هو كان كمان محظوظ معاه سكواد اكثر من رائع يعني وقتها بصراحه لا طبعا ما فيش شك مين من المدربين عامه مش المصريين مين اللي هو يعني اللي دربوا منتخب مصر اللي ضربه مطوبه الكابتن محمود الجوهري برضه عامل انجاز رهيب في بطوله 98 بطوله 98 دي كانت احنا رايحين الشعب المصري مش عايز اقول محبط لا ده الناس مش عايزه تتفرج قلب الموازين ده قلب الموازين بعد الادوار رحمه الله عليه قال للجمهور في وقت من الاوقات ما معناه انه ما تتوقعوش خير قوي وفاجئ الكل بحصوله على البطوله بالظبط عارف البطوله دي انا تصوري الشخصي الدوافع اللي انا اتكلمت عليها الدوافع قبل الفن تكون فنيه الدوافع للاعيبة المصريين في البطولة دي كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه كان بيعرف يديها للعيب يعني أنا حضرت معاك كذا معسكر في بدايتي مع فريق السكة الحديد كذا معسكر المنتخبات منهم تصفيات أمم أفريقيا في 92 اللي كانت برضه كانت في السنغال أعتقد تقريبا لا كابتن محمود الجوهري في محاضرته تحس إن فعلا أنت بتكلم واحد بيحب بلده بشكل مش طبيعي والأهم بقى ان بيقدر يوصل لك الاحساس ده يقدر يوصله لك بس انا لما اكون لاعب ومشارك مع فريقي او مع منتخب بلدي في بطوله كبيره ولا في كاس عالم للانديه ولا في كاس امم افريقيه هو مش مجرد مشاركتي في كاس العالم للانديه ده دافع في حد ذاته يعني مش محتاج طبعًا. حد يدفعني ما انا مدفوع انا مدفوع انا قصدي يعني لا ده موجود ليه بنتكلم عن الدوافع كتير في الفتره الاخيره الدوافع عليه احنا يعني ال- 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 معظم او معظم اللعيبه العرب لسه ما وصلوش لمرحله ان انا ابقى محترف وعارف شغلي كويس زي الحاله اللي بيعيشها محمد صلاح محمد صلاح بيقدر يعيش الحاله دي كويس قوي هو عقليته غير اللي فرق محمد صلاح عن كل لعيبه المصريين في لعيبه كتير جدا لعيبه تقيله ما كملتش بالشكل ده يعني مش عايز اذكر منهم اسماء كتير ما كملوش بنفس المستوى اللي كمل بيه محمد صلاح صحيح محمد صلاح بيعرف يوصل لنفسه الدوافع الشخصيه اللي هو بيشتغل عليها وبيشتغل على نفسه دي الفتره انما احنا كمصريين او احنا كلعيبه ممكن نكون لسه محليين دايما محتاجين دي بتغيب عننا ازاي بقى دي بتاعت اللعيب في لعيبه بتبقى اوريدي جواه لعيب متحمس وبيلعب بشراسه وبيلعب بقلبه وبيلعب بقوه وخلاص طبيعته كده وفي لعيب تاني لا بيحتاجها حد يفكره بيها كابتن جوهري كان بيقدر يوصلها بشكل كويس انما هي اوريدي موجوده زي ما انت قلت مفيش شك ولكن اللي بيقدر يستنفرها ويطلعها من جوه اللعيب دي الحاله وخاصه اذا كنت بره بلدك بطوله 98 كانت بره مصر ما كانتش بالظبط مين بقى من الاجانب اجانب يعني بتشوف مين اكتر حد اقرب كان لان هو يحقق طموح المصريين بقى في البطوله دي الفتره رغم ان هي ما كانش فيها اداء بشكل جيد جدا مستر كوبر يعني كان بيقدر يوصل الاداء الفني اللي هو صابغ على طبيعه اللعيب المصري ولو انه كنا كتير بنهاجمه ان احنا الجانب ده العادي بتاعنا ده العادي بتاعنا ونكسب لا اصل الاداء مش عاجبنا ما احنا كلنا بقينا محللين برضه عندنا مشكله انما هو مش غلط ان احنا نقول راينا ابدا ولا الجماهير ولا اي حد يعبر وحتى لو ما بيفهمش في المجال ده على فكره كل واحد حر بس الوحش ان احنا نفتكر انه ممكن كلامنا ده يعني يعمل تغيير لان في الاول وفي الاخر هو لو عمل تغيير بيبقى تغيير سلبي يعني للاسف ما بيبقاش اي تغيير ايجابي ليه فتاثيره سيء في فرق ما بين ان انا احلل واكون داعم لمنتخبي او اكون داعم لفرقتي او اكون داعم بشكل وفي فرق ان انا بهدم وفرق ان انا ابقى هجومي صحيح ان انا فرق ان ابقى بهجومي بنقد نقد اللي هو لازع يعني مش نقد ان انا عايز افيدهم في حاجه غايبه عنهم جزء حتى لو بتكلم جزء فني مع كامل احترامي لكل المحللين ده الفرق النقطه دي لو انت وصلت لها ان انت بتتكلم على منتخب على اساس ان انت بتدي الحالات الايجابيه وبتدي الطاقه الايجابيه للاعيبتك هتفرق كتير قوي ولكن اوقات في ناس بتاخد الاتجاه السلبي بشكل صعب ان كان لجهاز فني ان كان للعيبه باي شكل ولكن دايما الطاقه الايجابيه لما انت بتديها لهم في برنامج في كلامك في بتوعي اللعيبه بتتكلم عن الجهاز ممكن حاجه غايبه من كلام الناس وعدم المطالبه بقى بالتغيير كل شويه اللي بيحصل ده صعب لا إيه؟ موضوع التغيير ده احنا بالنسبه لنا اسهل حاجه ما انت بتفكر بتهاجم مدرب مش عاجبك مدرب عايز يتشل
عشان ما لعبش. لا والمشكله ان انت بتغير رايك كل مباراه، يعني ممكن مباراه تقول بالزبط. الله على الاختيار، مباراه ثانيه يعني. تقول لك مين اللي جابك اساسا ايوه يعني. ده اللي بيحصل بالظبط، ده اللي بيحصل. فتبقى طالما ما في نتيجه يعني، مستر كوبر كان معظم اداؤه عامل نتائج كويس وبيوصل وعامل حاجات كويسه مع منتخب مصر، ولكن الاداء مش عاجب الناس قوي لان الاداء مايل للدفاع. هو خلاص فلسفته كده، ان انا ادافع كويس قوي وما ادخلش فيها جون وهجيب جون في اي وقت. فكان بيتقل شويه على الحاله الهجوميه او الاندفاع الهجومي بالنسبه للفرقه، ورغم كده برضه وكانت نتائجه كويسه والناس مش راضيه عنه. فدي يعني هتبقى صراحه حاجه تجنه، بالذات لو حد اجنبي وشايف ان الناس فعلا على راي نهاوند في ماتش من ماتشات اجادوا اللاعبين، فاسم الله عليه اسم الله عليه. الماتش اللي بعديه اللعيبه لعبوا بعافيه، مين اللي جاب يعني؟ دي حاجه فعلا بتهيأليش انهم بيشوفوا كده في اوروبا يعني. لا خالص ده تنهاج فكره الحساب بالقطعه. اجي لك لمدرب يعني. تنهاج ده معذب اليونايتد وجماهيره بقاله سنه وعمال يتغلب من طوب الارض. الناس ولا حياه لمن تنادي، احنا عاملين تعاقد معاه وده هيجدد الفرقه وهيلعب لنا لعيبه صغيرين ويعمل احلال وتجديد. والجماهير المان يونايتد السنه دي متلخبط وخرج من بطوله اوروبا ومتبهدل، بس الناس خلاص على يقين ده مديين له خطه. تعالى بقى نقف شويه عند رؤيتك لشخص وشخصيه وامكانيات روي فيتوريا من خلال متابعتك ليه يعني. لا مدرب عاجبني. ايه اللي عاجبك فيه اكتر حاجه؟ فنيا اولا شبه يعني شبه مثبت الفرقه تقريبا. لو بصينا لتشكيل منتخب مصر كده، ممكن الشناوي ناحيه اليمين، عمر كمال عبد الواحد المدافعين، دي حاجه كويسه طبعا. طبعا ثبات الفرقه بيديك انسجام سريع. وبعدين مرتب سيناريوهاته يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في لا قدر الله المشكله في محمد هاني، عارف سوري عمر كمال، محمد هاني وراه. عند احمد الحجازي مثلا دلوقتي الاساسي احمد حجازي بخبراته العاليه، ومعاه محمد عبد المنعم، لا حاطط مثلا وراهم ياسر ابراهيم، وراهم احمد سامي، هو مرتب شغله. ناحيه الشمال بيلاعب احمد فتوح مثلا، عنده محمد حمدي لاعب بيراميدز لاعب كويس. البدايل كويسه والتشكيل تقريبا شبه ثابت. نيجي ناحيه الشمال هتلاقي تريزيجيه، مره تريزيجيه ولو عمر مرموش فايق عمر مرموش موجود. نيجي لنص الملعب، هو عنده النني وعنده دلوقتي مروان، شايفهم افضل اثنين. تمام معاهم امام عاشور، عنده بدايل جيده. مصطفى محمد حاطط مركز وراه، عنده كهربا مثلا. وكحراسه مرمى يا كابتن جمال محمد الشناوي اللي وراه. لا اللي وراه البديل واضح ان هو بيجهز محمد صبحي، ولان محمد صبحي ممكن يكون بعيد شويه، ولكن هو ما هي دي النقطه. انا ليه لحد دلوقتي وكل سنه بقول نفس الكلام ده على فكره، وبنسال نفس الاسئله وبيترد نفس الرد؟ انا ليه كمنتخب مصر ما عنديش بديل في نفس مستوى محمد الشناوي؟ يعني شفنا ابو جبل قبل كده وبصراحه فاجئنا، ابو جبل كان رائع، بس برضو المستوى بعد كده ما تعرفش ايه اللي حصل. فليه ما عنديش لحد دلوقتي كمنتخب مصر بديل لمحمد الشناوي ويفضل فيه ثبات في المستوى بتاعه بنفس المستوى؟ هي بتيجي الجزئيه دي، اللعيب بتبقى بتاعت اللعيب ما بتبقاش بتاعت المدرب. يعني ايه يعني مصر ما فيهاش؟ انا هقول لا، بمعنى محمد ابو جبل موجود ولسه بيلعب الى وقتنا هذا، اعتقد بيلعب في البنك الاهلي تقريبا يعني. اداؤه اتحرك من كذا نادي يعني. بالظبط اتحرك بالظبط. اداؤه ما كانش يرتقي قوي ان هو ممكن يبقى بديل جيد لمحمد الشناوي. هل ما حصلش هو على فرصه جيده، ولا هو اللي كان سبب في ان هو ما لا اللعيب السبب، اللعيب يعني السبب يعني ما نستعينش بيه دلوقتي. لا اللعيب السبب، اللعيب السبب. والمنتخب جهاز المنتخب بيبقى مراقب، شايف ده اداؤه في الماتش، ده لعيب جيد، لا ده لعيب متوسط، ده مأدي بامتياز زي اللعيبه اللي خدوا. وانا بعتبرها في الاخر حق اختيار ليه، اختيار ليه وقناعاته. اكيد حق. انما انا عندي الاساسي، او وارد لا قدر الله تحصل حاجه زي البطوله اللي فاتت، محمد ابو جبل ادى بشكل كويس، بس من مباراه تنزانيا الاخيره واضح ان هو اللي حاطط نمره 2 محمد صبحي، انا بجهزك انت نمره 2، انت اللي موجود. هو المركز اللي ممكن اقول ايه، ان ممكن يكون الفرق او الجاب واسع شويه ما بين خبرات الشناوي الكبيره وتالقه وتميزه، وما بين محمد صبحي لسه برضه شاب صغير يقدر ان هو يشيل منتخب مصر وقت الشده، ان شاء الله ما تحصلش. انما في معظم المراكز، معظم المراكز انا شايف ان عندك مكان اختياراته سكواد منطقيه اساسي. يعني بالذات في المركز ده انت محتاج حد برضه بمجرد نزوله، لولا سمح الله محمد الشناوي مثلا تعرض لاي وحصل كاس الامم اللي فات وحصل يعني لازم بنفس القدر من الجاهزيه، وبمجرد نزوله ما تلاقيش حد من الجمهور يحط ايده على قلبه ويقول لك الله ربنا يستر. وده بيحصل مع ناس. لا هو بتقلد هو اصلا بيبعد ده مشهد حقيقي. عارف انت الاعداد الشباب بيتفرجوا على الماتشات بتلاقي مصطلحات بليغه قوي بتبين لك رؤيه الجمهور للاعب بعينه عامله ازاي، دي حقيقه حجم ثقتهم فيها فيه من عدمه
ردود الافعال بتبان زي ما حضرتك قلت، بتبان فعلا، بتبان وخاصه في مركز حراسه المرمى، لان انت يعني ده خلاص انت اللي بتامن لي الناس دي كلها، مفيش حد بيغطيك، كل لعيب ودي واحد تاني ممكن يعني يصلح خطاه الا حارس المرمى. انما زي ما انا قلت لك ان هي بتبقى حراسه المرمى بالذات كمان عايزه وقت، وقت طول ما انا رجلي في الملعب غير اي لعيب تلاقيني واخد حساسيه المباراه، واخد الثقه. حراسه المرمى بالاخص ممكن اي لعيب عنده لو عنده الجزئيه دي فائده شويه مش هتحصل، ما عندناش مشاكل. انما حراسه المرمى محتاجه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بشكل مهم. ولكن دلوقتي خلاص انا اخترت اربعه، محمد شناوي نمره واحد، محمد صبحي نمره اثنين، ويصنف بعد كده الاثنين التانيين، ما فيش مشكله بالنسبه لي. انما بقيه المراكز روي فيتوريا كشخصيه، السؤال اللي سالتوني عاجبني قوي فنيا، عاجبني، بحس انه مرتب سيناريوهات. وانا كمان بصراحه مرتب سيناريوهات اللي ممكن تحصل له في البطولات، والبطوله دي اعتقد ان هو هيبقى لنا تواجد بشكل كبير جدا. انا يعني اول كلمه قلتها اعتقد ان احنا هنبقى في النهائي ان شاء الله يا رب. السكواد بتاعنا كويس، نامل ونتمنى ذلك، والمجموعات بتاعتنا نوفق فيها، خاصه المجموعه السادسه اللي بتضم تونس ومالي وجنوب افريقيا، اللعيبه بتاعتنا طبعا مع منتخباتهم، فيعني هتبقى ممتعه في الاول وفي الاخر، عايزين نستمتع وعايزين باذن الله الاستمتاع ده يكلل في النهايه باكيد فوز وحصول يعني منتخب مصر على هذه البطوله باذن الله. كابتن جمال الوقت بيجري، نورتنا بجد، شكرا لحضرتك جدا، شكرا جدا جدا، وكل التوفيق يا رب للمنتخب المصري ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك على وجودك معانا، والشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي بكل مكان في العالم على حسن المتابعه. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء، وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.